فكرة تأسيس تصميم بدأت ببذرة منذ 30 سنة، ونتيجة الحصاد مع تصميم واحد وأثمرت في تصميم اثنين، وهذه بداية الحصاد. تصميم بالنسبة لي أمانة إيصال إبداع المصممين للمجتمع. أثق بأن نعطي المساحة للمصممين ليعرضوا فكرهم للمجتمع، ليزيد التفاعل ويرتقي الفكر وينمو مجتمع المصممين. ألف ليس معرض، ألف تدوين رحلة، وأنا مجرد ساردة قصص تلك المصممين والرحالة. أنا غازي السوسي، أحد المشاركين في تصميم واحد. في تصميم اثنين قدمت العمل حيث مستلهم من قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، حيث نمط الهندسة المقدسة وهي لغة الكون قد تشكل حلولا هندسية في العمارة والتصميم. صممت كرسي هزاز بطابع بسيط يساعد على الاسترخاء للوصول إلى استقرار الجسد ومن ثم القدرة على التأمل، وفي نفس الوقت خصصت مساحة إبداعية يمكن إعادة تشكيلها جماليا تمكن المستخدم من إضافة لمسته الخاصة به على كرسيه. الدار هي مساحة مستنبطة من مفهوم الروح الهائمة والعالم المادي الظاهر للإنسان، وفي ذلك إدراك لعامل الزمان ومد المكان، كما تصور مفهوم الدنيا المحدودة والآخرة اللامتناهية. كيو هكسا هي عمل فني مستوحى من الطبيعة، مصمم عن طريق اللوغاريتميات لتحقيق الفوضى المنظمة. صوت الفكر هو عمل مستوحى من معنى الاستقرار ونشأة التضاد في عدمه. هذا المفهوم تم ترجمته في مساحة شبه مغلقة مشتقة من مفاهيم المعمار الياباني الأصل. يوجد داخل المساحة آلة تمكن المتلقي من تصور أفكاره اللاواعية. في حياتنا نجهل كثير من الأمور التي تحصل لنا، نزعل لبعضها، نفرح لبعضها، ما نعرف إيش الأسباب، لأنه قرة العين جعلت مخفية. عشان كده لابد نسعى بتفاؤل دائما ونكون أصحاب بصر، وقبل كل شيء أصحاب بصير. دين الصراط المستقيم، الصراط الدائم بين النفس البشرية والاستقامة. فكرة العمل بدأت من المسلمات وهي المعلومات الثابتة لعقل الإنسان مثل الجاذبية، حيث أن الإنسان يستقبل المعلومات عن طريق حواسه الخمسة، والفراغ مبني على أبعاد معمارية صحيحة تعطي عقل الإنسان نوعين من المعلومات في وقت واحد، عن طريق النظر ورؤية نسب الفراغ، والثاني عن طريق الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن في جسم الإنسان. خلفة هي قطعة فنية تمثل أن الليل والنهار اختلافا وتخالفا وجودهما في الحياة يشكل أساس من أساسيات الحياة، وهذا يعني أن الاختلاف لا يعني التضاد بل هو التكامل. نور الله يشمل جميع البشر باختلافاتهم. أعتقد نور على نور هي مساحة للسكينة والطمأنينة وفرصة للتفكر والتأمل. أحس قدرة الإنسان على التعبير وإتقان التعبير من أسس الوجود، لأن كل إنسان يحتاج أن ينفهم. العمل عبارة عن تجسيد لتسلسل فكري يعكس مبادئ أؤمن فيها وعيش بها، محاولة أخذ الزائر إلى رحلة تأملية لاكتشاف ذاته. كينونا، ثلاث مصممات اجتمعوا على حب الفن الهندسي وأرادوا عمل مجسم يجرد من الرمزية. شكل المجسم يمثل دودكاهيدرون، واحد من الأجسام الأفلاطونية ويعبر عن الروح. مهيبة الألوان وقصتها عن اكتشافها للعزلة وكيفية تجسيد ذلك من بناء مساحة ترمز إلى قلب الإنسان. يعكس العمل عن هوية وشخصية المصمم واستلهامه من مدرسة ممفيس الإيطالية، والتي تتميز بتصميم المجسمات والأشكال الهندسية مع الألوان المبهجة. دال مختبر الفن الرقمي هي شركة تابعة لباكيار ستوديوز، وهي شركة سعودية مقرها جدة. يركز الاستوديو الخاص بنا على البيئات التفاعلية والتجارب المبتكرة المعززة للسرد القصصي والملامسة للحواس والمشاعر.